بعد مضي 3 ولا 6 أشهر من استخدام مجموعة من الأدوية، يأتي الطبيب نفسه يوقفها ويقول للمريض خلاص هذه الأدوية لن نستخدمها. لماذا؟ يقول له لأن أعراضها الجانبية بدأت تظهر وبدأت تسبب لنا مشاكل. علاجك مهما كان اسمه وعنوانه هو أفضل بكثير من أن شخص آخر تناول العلاج دون أن يفتح صفحة جديدة مع حياته التغذوية، حتى لو كان العلاج كيماوي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين أينما كنتم وأينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد. مفاتيح التشافي. مفاتيح التشافي في الأورام لا تقتصر على دواء أو تقتصر على والله علاج الكيماوي أو تقتصر على وصفة من هنا أو هناك، أبدا. دوما نقول التشافي كل لا يتجزأ. والمثل القائل يد واحدة لا تصفق، وحين قلنا في الحلقات السابقة أن الأمراض السرطانية أو السرطان على وجه التحديد هو إيش؟ هو مجموعة من الأمراض، عدد من الأمراض لم يتم بها التشافي بوعي. أدوية كثيرة تناولها المريض، عشرات بل مئات من الأدوية، ليس لها ثمن؟ طبعا سيكون لها ثمن. في بعض الأمراض المناعية الذاتية بعد مضي 3 ولا 6 أشهر من استخدام مجموعة من الأدوية، يأتي الطبيب نفسه يوقفها ويقول للمريض خلاص هذه الأدوية لن نستخدمها. لماذا؟ يقول له لأن أعراضها الجانبية بدأت تظهر وبدأت تسبب لنا مشاكل. طب هي تظهر يعني هي فقط ظهرت عليه؟ ما هي معروف ومكتوب هذا الكلام ودرس هذا الكلام. إذن شوفوا، نفس الطبيب اللي وصف هو نفسه اللي وقف. هذا ليس له ثمن، هذه الفترة هذه العوارض الجانبية ليس لها ثمن إذا ما أضفنا أمور أخرى، وكما ذكرنا الضغوطات النفسية ومشاكل هذه الدنيا والأكل الخاطئ، تمام؟ وللأسف الشديد حين يسأل مريض السرطان المعالج ويقول له ماذا أكل، يقول له كل ما شاء. كيف يأكل ما شاء؟ كيف بده يأكل ما شاء؟ يرجع للسكر الأبيض والخبز الأبيض، يرجع للحوم المصنعة، يرجع للأنظمة الخاطئة، يرجع لأكل المطاعم. كيف بده يتعالج؟ فلا يجوز، لا يجوز أبدا. فرحلة التشافي تبدأ من الخطوات البسيطة، وقبل الخطوات هذه تبدأ بقرار أن يجب أن نفتح صفحة جديدة مع صحتنا التغذوية. ودوما أقول من الغذاء يبدأ المرض، ومن الغذاء يبدأ العلاج. الغذاء الضار والخاطئ مسبب للأمراض، والغذاء الجيد الصحيح المتناغم يسبب الشفاء بإذن الله. هذه هي القاعدة. وبالتالي لا يجوز أن أتناول أو أبدأ رحلة الاستشفاء بغض النظر طبيعيا أم كيميائيا دون فتح صفحة جديدة ودون أن أخذ البنية التحتية من هذه المغذيات الغنية بالمعادن، الغنية بالفيتامينات، الغنية بتقوية جهاز المناعة، الغنية بمضادات الأكسدة. وحتى نكون أكثر وضوحا، يجب هنا أن نبدأ بأبسط الأشياء والموجودة في كل منزل، البصل والثوم. البصل والثوم يعني
لهم قوة علاجية رهيبة جدا، لهم قوة في مضادات الأكسدة رهيبة جدا، لهم قوة كمضادات التهاب رهيبة جدا، لهم قوة في رفع جهاز المناعة رهيبة جدا. الفجل كذلك، الأوراق الخضراء. وبعد ذلك ننتقل لمستوى أعلى، هذا يجب تصنيعه في المنزل، لا بأس من عمله في المنزل وسهل عمله في المنزل، أو البحث عنه خارجا، وهو البراعم. البراعم هذه السبروتس، هذه البراعم من كل شيء، براعم بروكلي، براعم فجل، براعم عبد الشمس، براعم الكرافس، براعم القمح. مبدأ البراعم، تمام، مبدأ البراعم هذا ممتاز جدا، يجب أن يدخل في حياتنا. وبدل ما تجارنا يجيبون الشيبسي والأندومي، يجيبون البراعم، وحتى يصبح في مقدور كل واحد شراؤه. ولماذا لا نعمل البراعم منزليا؟ ليس صعب. وبدل ما نبحث في الفيديو عن وصفات هنا وهناك واحنا لا نعرف اصل هذه الوصفات ومن كتبها، من الاجدر ان نبحث كيف نعمل البراعم او كيف تصنع البراعم، سواء كان قمح ولا بروكلي ولا غيره ولا غيرات. وخلينا نضيع وقتنا في هذا الموضوع، مش في مواضيع ليست لها فائدة. فلو أدخلنا ثقافة البراعم، وأدخلنا ثقافة تناول الأوراق الخضراء، تناول الفجل والبصل والثوم، ثقافة الفاكهة قبل الأكل، ثقافة البعد عن المدمرات الإنسانية الرئيسة، البعد عن مثلث برمودا، الطحين الأبيض والسكر الأبيض والزيوت المهدرجة، هذه هي الخطوة الأولى، هذه نقطة البداية. وبالتالي يجب أن نبدأ صح، المدخلات يجب أن تكون صح حتى تكون المخرجات صح. كخطوة ثالثة في هذه الخطوة الأولى، تمام، في المرحلة الأولى خلينا نسميها، هو مخرجات العسل، منتجات العسل. فإذا كان العسل مثلا صعب المنال، اليوم منتجاته وخص بالذكر البروبليس هنا أصبح موجود على هيئة كبسولات، أصبح موجود على هيئة البودرة، تمام، ومن مصادر جيدة موثوق بها، وبالتالي بالإمكان نحصل عليه بشكل طبيعي، وإن تعذر نحصل عليه بشكل مكمل. فهذا البروبليس قوي جدا، مهم جدا لجهاز المناعة. فنحن هنا نظفنا الجسم من جميع الاتجاهات. شوفوا كم مادة كيميائية طبيعية أنا تناولت خلال اليوم الواحد، هنا أتناول البروبليس وأتناول البراعم وأتناول طبق سلطة من الفجل والأوراق الخضراء والبصل والثوم وزيت الزيتون، تمام، مهم جدا. فإذا هنا هذه القيم، هذه المواد المختلفة، هذه الألوان المختلفة، دوما نقول نوع ولون حتى ننعم بإيش، بأكبر قدر ممكن من المواد الفعالة. وكل هذه المواد الفعالة في المرحلة الأولى كلها تصب في مين؟ أنها مضادة للأكسدة، أنها محفزة لجهاز المناعة، مضادة للالتهابات، هكذا تدار الأمور. الآن علاجك مهما كان اسمه وعنوانه هو أفضل بكثير من أن شخص آخر تناول العلاج دون أن يفتح صفحة جديدة مع حياته التغذوية، حتى لو كان العلاج كيماوي. وسوف نتطرق إن شاء الله في يعني حلقة منفصلة حول هذا الموضوع. إذن التشافي كل لا يتجزأ، ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.